متابعي قناه انفاس باريس، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي هو يثير الجدل كثيرا في مدينه الدار البيضاء، تتعلق الامر بقطاع سيارات الاجره على مستوى مدينه الدار البيضاء. مجموعه من المشاكل، مجموعه من الاكراهات، مجموعه من المؤاخذات على اصحاب سيارات الاجره في الدار البيضاء. ايضا اصحاب سيارات الاجره عندهم مجموعه من المؤاخذات على المسؤولين في المدينه. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السيد مصطفى الكحل، الكاتب الوطني للنقد الطرقي بالمغرب، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. سي مصطفى، مرحبا بك. مرحبا سي احمد بوستا، تحيه لك وشكرا على هذا اللقاء المهم، وكنحيو كذلك قناه كازا انفاس باريس. انفاس باريس اللي تحت هذه الفرصه والاثاره هذا الموضوع المهم واللي كيتناقش بواحد الشكل يعني بتفاعل كبير لا ما بين المواطنين ولا المهنيين على حد سواء. سي الكحل، من بين المؤاخذات اللي تتسجل على اصحاب الطاكسيات ولا سائق الطاكسيات هو عدم الالتزام بهذاك القرار الولائي. كاين واحد القرار الولائي تيهضر على تنظيم تاع القطاع على مثلا مستوى الهندام، على مستوى طريقه السير في مدينه الدار البيضاء، هادشي كله ما كاينش على مستوى قطاع سيارات الاجره. علاش؟ هو اولا بالنسبه للقرار الولائي يعني هو قرار عامل عماله الدار البيضاء والي ولايه الدار البيضاء ستات، عندنا بعدا قراءه نقديه في هذا الموضوع في هذا القرار. اولا هذا القرار هو تعدل لي لجوج المرات، القرار الاول اللي تم التفعيل ديالو يعني بدون ما كانش فيه توافق، ما كانش فيه واحد التباعد، لان الغايه من القرار هو التنظيم وتنظيم القطاع والتأهيل ديالو، وكذلك باش تكون الضوابط القانونيه المتعلقه بالقرار تنزل تكون تنزيليه تنزيل سليم باش نلقاو باش نشوفوا النتائج. ولكن هنا القرار غير نظم ولكن النتائج اليوم مرت يعني سنوات من 2000 على ما اظن من 2014 الى حدود الساعه، جوج القرارات العامليه، التعديل الثاني كان تعديل من اجل ايداع المركبه بالمحجز، يعني هذا الصراع الواقع ما بين المهنيين في المدن، ما تعمرش عندي ما نعمرش عندك، اذا تم يعني كان هذاك المخاض يعني في ما بين الولايه ومع بعض الفاعلين حول هذه النقطه، يعني واحد الماده في القرار اللي فيها ايداع سياره الاجره الى ما احترمتش نقطه انطلاق ندخلوها للمحجز، واش هذا هو الغايه من هذا القرار؟ اذا هذه بعض الاختلالات وبعض يعني بعض الخطوات الاداره اللي ما تعطيش نتائج يعني، ونحصد ازمات، نحصد مشاكل. ولكن في كل مره كنناقشوا غير الفوضى وكنناقشوا العرقله وكنناقشوا البعض هما تيتهمكم بهذه القضيه تاع العرقله، القضيه تاع انكم يعني الفوضى على مستوى حركه السير انتم تتهموا فيها، طريقه السياقه بالنسبه لبعض السائقين ماشي هي اللي يعني تتحترم المعايير تاع السلامه الطرقيه. هو الكل يعلم سي احمد ان الطاكسي ما بقاش عنده مكان فين يوقف، يعني محطات ديال الطاكسيات انعدمت ما كاينش، يعني حتى برنامج يكون ضمن هذا القرار العاملي بتنسيق مع الادارات الاخرى، شكون هي الادارات اللي مسؤوله على اماكن سياره الاجره؟ هي مجلس مدينه الدار البيضاء اللي كنحملو انا شخصيا المسؤوليه في سوء التدبير وفي الفشل ديالو في هذا الامر هذا. اذا ملي ما غيلقاش الطاكسي فين يوقف، ما غيلقاش محطات خاصه للوقوف، هاد المحطات راه ماشي ديال الطاكسي، راه ديال المواطنين، باش المواطن يعرف واحد المكان مخصص ديالو فين غيستعمل هاد الوسيله ديال النقل، ما كايناش. اذا كانت وعود من طرف الوالي السابق السي خالد سفير في احد الاجتماعات ماراطونيه معنا بخصوص هذا الامر ديال ايجاد اماكن خاصه للطاكسي مع احداث اللي راه تبعتوها الانتفاضه اللي نظموا المهنيين في قطاع سياره الاجره على مشروع الترامواي، لانه استولى على جميع المحاور والاماكن الخاصه للطاكسي، يعني جل المحاور اللي كيستعملوا الطاكسيات تم الاستيلاء عليها من هذا المشروع. اذا كانت هذيك النقاشات غير هذه النتائج اليوم اللي كان هو من اجل امتصاص الغضب، من اجل تهدئه الوضع، ولكن ما كانش الجديه في الالتزامات ما بين الاداره خصوصا مجلس مدينه الدار البيضاء والمهنيين. اليوم طاكسي ما عندوش فين يوقف، ما كاينش فين غيوقف، في غادي يكون مكان ملائم بواحد الشروط اللي هي شروط مهنيه قانونيه
من طبيعه الحال انه هذا مرفق عمومي خصنا نحافظوا عليه، مرفق عمومي اللي كيؤدي واحد الواجبات الضرائب. وغياب هذيك المحطات النموذجيه تيخلي محطات عشوائيه اللي هي حتى هي تزيد في عرقله حركه السير. بطبيعه الحال الى غادي نتكلموا بواحد الشكل عام وغنقولوا يعني عمالات مقاطعات الدار البيضاء، يعني في الدار البيضاء غنشوفوا اي عماله ما فيهاش محطه نموذجيه فيها ملائمه وفيها الشروط ديال السلامه للمواطنين وللمهنيين. يعني هاد المحطات يحيلوننا احنا، يحيلوننا على الجهه المختصه ملي كنحطوا كما تيقولوا المغاربه البيضه في الطاس معاهم. الاداره يعني الوزاره الداخليه والمصالح ديال تيقول لك حنا ما عندناش حق نهضروا في المحطات. المؤسسه المنتخبه، المؤسسه المنتخبه كاين غياب، حطينا شحال من طالب العمده لا السابق ولا الحالي ولا اجتماع، كيفاش هذا المسؤول المنتخب غادي يحل المشاكل ديال المواطن؟ عمركم عقدتوا هاد خمس سنين عمركم عقدتوا شي لقاء مع السي العماري؟ ابدا، حطينا طلبات، تكلمت في منابر اعلاميه وطرحوا عليا اسئله وقلت لهم انا كنعتبر العمده شي مسؤول، ما كاينش لا وجود له، ما كاينش وتحداه انه عقد معنا شي اجتماع وحطينا رسائل كمؤسسه دستوريه باش نحلوا مشاكل ونتعاونوا، نحن شركاء. اذا هذا المسؤول المنتخب من اللي صعب عليك باش تتلاقى معاه، اذا كيفاش غتكون انا رؤيه الاصلاح وانا المواطنين كذلك اللي تيعاونوا؟ حنا هادشي كنبغيو نبينوه للمواطنين باش يعرفوا حقائق ديال المعاناه اللي كنعانيو من اجل اصلاح مدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء كتعرف واحد الاختناق، كتعرف فوضى ان صح التعبير، هذا عنوان ما غينكرو حتى شي واحد. اذا نحطوا علامه استفهام كلنا كمواطنين، شكون المسؤول؟ ما لقيتش منين ندوز طاكسي لانه عمل ديالو. المواطن راه يخرج غير مره يمشي للعمل ديالو او يتقدا، ولكن الطاكسي راه عنده حركيه مع المواطنين، اذا ما كانش المواطن ما يكونش طاكسي. القضيه على ذلك انماط النقل الاخرى، النقل الحضاري بالاسطول الكبير ديالو والمحاور ولات صغيره. هذه القضيه تاع الاختناق المروري تاع الدار البيضاء اللي ولات واحد الهم بالنسبه للبيضاويين، انتم يعني تتعانيوا منها بزاف، لكن ما قلتي الان دابا انت سائق الطاكسي هو تيخرج يخدم على وليداته وعلى الاسره ديالو، شنو هي ابرز هذه المعاناه بالنسبه لكم؟ ابرز المعاناه هو يعني العامل ديال العمل، العامل مش يعني غتقولوا المهم ديال تنقل هذا سائق الطاكسي، لانه عنده الوقت. دابا ولينا مقيدين بالتوقيت، يعني تتخدم من السابعه صباحا وخصك في الثمانيه العشيه، لان قانون الطوارئ خصك تدخل فين غتخدم، وهذا التوقيت ما غاديش. هذه حاله خاصه هذه يعني. لا انا هذا شكل عام، يعني المغرب كله كيعاني من هذا الامر. انا تنتكلم على مدينه الدار البيضاء. كذلك الحركيه المروريه، يعني غير لو وقفتي في منظم السير بمحاداه تراموي، هو ان التراموي هو الذي يتحكم في الاشاره المروريه، وهذا خطير. يعني القانون السير والجولان وقانون اشاره المرور وقانون السير عنده ضوابط كتسير على جميع المواطنين، جميع انماط النقل. التراموي عنده حاله استثنائيه، يعني عنده قانون ديالو خاص هو اللي كيتحكم الى قرب يكون جاي وقرب الاشاره المروريه. خاصك انت تحترم التراموي والسي التراموي، خاصك تحترميه حتى يدوز هو يهز الركاب ويزيد عاد تمشي انت، رغم ان ما عندناش طريق كافيه ديال العرقله. نعطيك غير مثال سحمي، إذا كانت عندنا أومبينونس جاية في واحد ماشي شارع ما نقولوها شارع عبد المؤمن أو شارع الحزام الكبير وشارع عقبة، وإلا دخل غير المحور ما عندوش حتى الزناقي، وعندنا أومبينونس فيها مريض بين الحياة والموت، كي غنديروا ليه؟ كي غنديروا ليه؟ إشكال يعني. وهذا الشيء تكلمت عليه بأن هذه الإشارات المرورية ما خصوش يتحكم فيها التراموي، هو وسيلة ديال النقل خصو يخضع للقانون السير والجوالب باقي المركبات، لان احنا شركاء. كيقيس لنا في حريتي
وقاسني بحريتي بعدا في استولاء الشارع، وقاسني بحريتي في التنقل لا مواطنين ولا مهنيين. يعني مشكل. سي مصطفى، انت في الاول يعني فاش انطلق هذا المشروع تاع التراموي في الاول يعني بينتي بانك اعتراض ديالك لهاد التراموي، ولكن من جهه اخرى بان التراموي راه حل المشاكل بالنسبه للمواطنين، بعض المواطنين، ما سيرته مع ان الازمه تاع وسائل النقل على مستوى مدينه الدار البيضاء. هو التراموي احنا اجتمعنا مع المسؤولين بالولايه، ودليل الاجتماع ديالنا هو اننا قلنا ما كاين حتى مشكل. انماط النقل، بغينا مدينه الدار البيضاء تبان بواحد الوجه مزيان، ازمه النقل تنقص، ولكن ما تكونش على حريه واحد الفئات معينه بحال الطاكسي، بحال المحلات التجاريه. تا هي عانت، تا هي ضرات، لان ما بقاش عندهم ذاك الرواج التجاري. انماط نقل اخرى، نقل المحطة الطرقية ولا تزيان اللي كتعني إلى حدود الساعة ما في غير تنقلوا، رغم أن قانون الطوارئ للجميع، ولكن هناك خلفيات ماشي مناسبة نتكلموا عليها، لأنه كاين واحد المس بالكرامة ديال المواطن. يعني التراموي حقيقة الأمر هو وسيلة النقل جديدة، رغم أنه جديدة غير على المغاربة والبيضاويين، وراه مستعمل في عدد من الدول. حنا كدار عندنا تجارب، إذا شنو استفدنا؟ هنا سؤال. استفدنا حلينا أزمة، باقى الأزمة، أزمة النقل باقى، لأنه قبل ما نديروا أنماط النقل ووسائل النقل خاصنا نشوفوا يعني التنقل، يعني الشوارع المحاور، نقادوا الأرضية، باقي الطرقات تراموي ينقاد والطريق حدا بحفرة، شكون المسؤول؟ حنا دابا هاد المسؤولين المنتخبين والمسؤولين عن النقل بمجلس مدينة الدار البيضاء كيخرجوا عيني متبجحوا غير في أننا درنا صفقات، راه باقي المعاناة، راه ما درتي والو. يعني الاشكال هو في واش عندك كفاءه، انت مؤهل انك تناقش هذا الملف؟ هذا السؤال، ماشي حيت انت منتخب على عين وراسه، ولكن خصنا نحطوا ناس الكفاءه، ناس الدراسه، ناس عندهم كفاءات، عندهم متكونين، عندهم فعلا عندهم علم، باش يحلوا لنا الازمه، باش ما نحسش بالازمه. شوف الوسيله النقل، التراموي، الطاكسي، نقل الحضاري، انماط اخرى، ما عندناش مشكل. ولكن هاد الطرقان والبنيه تحتيه واش مزيانه ملائمه ولا لا؟ يعني اشكال. ودابا اللي دابا المشكل، عاود غننتقلوا في نفس الموضوع، هو تيعطيو تراخيص لبعض الشركات اللي حفر الطرقات، بعض الشركات اللي بغات تدوز الكابل ديالها، بغات تدوز هذا، وتيخلوا يعني احنا الغايه هو صافي، راه سنين احنا ترخيص لهاد الشركه تحفر. ايه راه قصتي حريتي، قصتي ما قديتيش لي الامور، ما التزمتيش. حنا ولينا والله الا ولينا كنحلموا، كنشوفوا في الفضاء الاخضر بعض الدول كيفاش كيصوروا. الفضاء الازرق، الازرق عفوا، كتلفوا لنا الالوان، الفضاء الازرق. يعني كنشوفوا الدول كيفاش كتقاد الطرقان، كيفاش يعني كيفاش تيخدموا بلادهم، كيفاش احنا كنحلموا والله الا كنحلموا. ملي كنشوف الواقع، كنخرج من البيت ديالي وكنطلع العمل ديالي، ملي كنشوف الواقع غير راضي. البيضاويين والمغاربه غير راضيين على الاداء ديال المؤسسات المنتخبه ولا الادارات الوصيه. ملي كنخرج ايه تنشوف ليماج، احنا كنشوفوا غير الصباغه، ولكن الواقع باش نبقى انا كمواطن ولا كمهني في الطاكسي وراكب معايا مواطن، غندير به ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع باش نوصلوا للوجهه ديالو، هذا هو الخطير. معاناة كلتا الجانبين، لا المواطن ولا المهني. الواقع السي الكيحل ايضا تيقول بان تسحب سائقي الطاكسيات البعض منهم، يعني ما تيبغوش ياخذوا المواطنين للوجهه ديالهم في واحد الاوقات اللي يديروها بمبررات مختلفه، رغم ان مول الطاكسي او سائق الطاكسي مفروض عليه انه يهز المواطن في اي وجهه اراد. تماما. بالنسبه لهذ الاكراهات تكلمت عليها عده مناسبات. المواطنين المغاربه وخصوصا اخواننا البيضاويين يعني راه عارفين الطرقان والاكراهات ديال الطرقان والوجه اللي غادي ليها. هو بلا ما يركب الطاكسي، راه ركب في التراموي او ركب في الطوبيس او مشى على رجلي او ركب بوسيله ديال النقل ديالو، شوف شحال استغرق ديال الوقت، شحال استغرق ديال الوقت. مع العلم ان الطاكسي عنده اكراهات، اولها لان المازوت. اولا شحال غنديك انا بالرحله لهذيك الوجهه؟ انا لا يعني ما كنبررش هاد الامور، وهنا كنبين غير الاكراهات، لا ابرر، وانما نبين الاكراهات. الاكراهات بنبينها ان هذيك الرحله الغازوال الليتر ديالو الان راه واصل ما يفوق 8 درهم حتى 9 درهم، وما كيطلعوا لنا في هذا موضوع تا هو كبير جدا. والرحله تنديها بواحد الثمن في الصنف الثاني اللي باقى الان، راه ارخص تعريفه
في العالم هي ديال المغرب، خصوصا الدار باش تمشي بالرحلة ديالك بسبعة دراهم ونص، والمازوط فايت سبعة دراهم ونص واصل تسعة دراهم، إذا شحال غنستغرق أنا ديال الليطة ديال المازوط أنا باش نقلك الوجهة ديالك؟ إذا أنا خاسر في التجارة. إذا هذا يعني سبعة دراهم ونص أقل مسافة، أقل مسافة وعلى العموم ربما غادا أقل مسافة، ولكن راه حتى إلا درت غير في رحلة وبقيت واقف في منظم سير، حنا غنرجعوا للإكراهات، احنا كنتكلموا على الوجهه، انا من غير من ضمن الاكراه راه غادي نطول، غادي نولي مستغرق واحد ثلاثه سوايع او اربعه سوايع، لان عندي روسيطا وعندي الضرائب وعندي تامين وعندي كريمه. هذا الموضوع ديال الكريمه حتى هو موضوع شائك، موضوع خطير، اذا هذا ما غيشفع للجانبين بانهم، ولكن كاين اكراهات والمواطنين متفاهمين هذا الامر، يعني ان الطاكسي ما واخدش حقه. الاشكال ديال الاداره، الاشكال في الاداره اللي خاصها تنظم وتساعدنا في تنظيم القطاع. ولكن شنو الذنب تاع المواطن اللي باغي يمشي يقضي، ربما بعض المرات يكون مضطر ويوصل واحد الموعد ديالو ولا الطاكسي تيقول له لا ما غاديش نديك لهذ البلاصه. واسي احمد غنقولوا لانه كاين سائقين مهنيين منضبطين ومحترمين القانون ديالهم، محترمين العمل ديالهم، وكاين سائقين متورط، هذا في جميع المجالات ديال العمل. غير الاشكال باش تعرفوا انتم وعرفوا المواطنين، حنا راه ما حابسين حتى واحد يدير خدمته. راه كان واحد الزمان كان دوريات ديال النقل فيها الامن وفيها سلطات محليه لمراقبه القطاع، وقت قطاع النقل الحضاري كان يخرجوا يقال يراقبوا الطاكسي، يراقبوا الطوبيس، كيفاش التعامل ديالهم، هادشي ما بقاش. اذا هاد الدوريات اللي خصها تخرج وتراقب وتشوف المحطات وتساعد المواطن وتساعد المهني في الطاكسي كذلك وتراقب، لانه كاين الطاكسيات اللي هي خدامه بشكل غير قانوني، وهادشي راه كاين وقائع اللي هي عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. اذا حنا ما حبسنا حتى شي مسؤول لا امني ولا مسؤول على راسهم السيد والي جهه الدار البيضاء سطات، اللي كنحملوا المسؤوليه باش انه يهتم بهذا القطاع ونحيدوا هذا الاشكال، لانه كاين مصالح اللي يمكن اللي يقدم فيها المواطن شكايه ومن خلال هذه الدوريات، وكذلك المهني الى تعرض حتى هو لبعض المضايقات او لا اهانه حتى هو خصو تكون رانا اشارته للمصالح فين يقدم شكايه ويتخذ له حقه. اذا نفتقر الى هذا الامر ديال الوصايه، امر ديال المراقبه، خاص تكون دوريات مكثفه باش ما نتحملوش حنا المسؤوليه ملي كيوقع شي سؤال كيتحط او شي بعض الامور، كنحمل المسؤوليه نعلق المشاكل على شماعه السائق الطاكسي. الطاكسي ما مزيانش وكنعمو، لا انا كنقول على ان هذا الامر فيه ضوابط. ملي تنقولوا راه كاين قانون وكاين ضوابط قانونيه تسنها السلطات المحليه، من بين هذا الخدمه اللي خصو يقدمها السائق المهني للمواطنين في الوجهه ديالو في التنقل، اذا راه هذا المهني يعني ملزم انه يطبق هذوك القرارات، ملزم لانه يعمل وفق ضوابط قانونيه، اذا باش ما نكونوش متناقضين. اذا اللي خصو يراقب ويكون ساهر على تنزيل هذيك الضوابط هو من الامن تحت الاشراف او تحت الرئاسه السيد والي جهه الدار البيضاء سطات ووزاره الداخليه والمصالح ديالها. اذا الامر كنظل رنفه. اذا هذا الاشكال ديال الاختناق ما بين الدار البيضاء ويعني والشكايات اللي يرفعوا المواطنين والاكراهات اللي كيعيشوا في هذا الجانب ديال التنقل ديال السائق الطاكسي، خصوصا في الصيف التالي ما كيديناش الوجه، خصهم يعرفوا المواطنين راه تغيرات النمط يعني عمل هذا القطاع الطاكسي في مدينه الدار البيضاء، حتى الاماكن اللي هي خصها تكون ملائمه ورانا اشاره المواطنين ما كايناش، لانهم تنقولوا حنا يعني السائق الرخصه في القانون، الرخصه رخصة الكريمة في القانون رهنا إشارة المواطن، كنقول أنا لا، اللي رهنا إشارة المواطن هو السائق المهني، هو اللي رهنا إشارة المواطن، هو اللي كيدي الخدمة، خاص الخدمة تكون في أحسن الظروف ويكون المواطن راضي على هذه الخدمة. وكنتمنى أن المواطنين والسائقين المهنيين الملتزمين واللي هما منضبطين باش يديروا اليد في اليد من أجل القضاء على هذه الاختلالات. أي سائق مهني متهور فراه كاين قانون وكاين قضاء، واي مواطن اللي تا هو السلوك ديالو ماشي هو هذاك راه كاين قانون وكاين قضاء. مع هاد الخطوط تاع الترام اللي غتعرف الدار البيضاء ومع هاد المشاريع تاع التنقل اللي مستقبلا تشوف الدار البيضاء،
ثم واش تحسوا بانكم كقطاع سياره الاجره قطاع اللي اصبح مهددا في الوجود ديالو، ولا لا باقي القطاع باقي قوي وقادر يصمد؟ هو هذا المقياس ما يمكنش نحطوه على جال، لانه الطاكسي هو كباقي القطاعات الاخرى. الفرق فين كاين؟ الى فعلا سؤال مهم، هو ان الاهتمام ديال الدولة المغربية او المسؤولين او الادارات او الجهات الوصية، الاهتمام ديالهم قطاعات اخرى عكس الطاكسي، هذا من المؤشرات ديال القضاء على الطاكسي. لان باش نوفروا حنا الدعم وندعموا النقل الحضاري، رغم انه عندنا معاه صفقه وشركه خصو يقد براسو، ندعم انا القطاعات الغير مهيكله. وهذا هو الاشكال، خص فيه محاسبه، لان مجلس مدينه الضرب اذا فلوس ماشي ديالهم، ديك فلوس ديال المواطنين، فلوس ديال الشعب. اذا خاصنا ندعموا القطاعات اللي هي غير مهيكله والقطاعات اللي محتاجه للدعم. ان الشركه دير معها صفقه وندعمها هذا راه مشكل. اذا باقي ما حاربناش الفساد، وباقي ما حاربناش الاختلالات ديال الاداره. اذا هذا سر من الاسرار ديال القضاء على القطاعات الغير مهيكله، وان الطاكسي صنف في لجنه اللياقه الاقتصاديه خلال جائحه كورونا انه قطاع غير مهيكل. ومني تنصرفوا حنا قطاع غير مهيكل، شنو خصنا نديروا؟ خصنا ندعموه باش نقويوه، لانه يؤدي خدمه للمواطنين، راه ما يمكنش الاستغناء عليه. راه ثقافه المغاربه كلها والبيضاوي الطاكسي، الطاكسي يعني لغه الطاكسي. حنا باقي ما ولفناش، وحتى هذه القضيه ديال هذا الموضوع ديال التطبيقات باش يعني المواطنين انه يستدعي او كما كيقولوا انني نستعمل هذه الوسيله ديال النقل عن طريق التطبيقات، مازال ما وصلنا لها. باقي في اشكال في الطاكسي. اذا كان سيارات عاديه اننا كنعتبرها نقل سري، لانه ما كاينش حمايه قانونيه وما كاينش واحد الرقابه قانونيه. اذا المواطن راه معرض لواحد الاعداد ديال ما عندوش حمايه امنيه. اولا باش عفوا باش غادي انا ندير التطبيق يعني ونطلب واحد سياره عاديه باش تنقلني للوجهه بحجه ان راه هذيك الشركه اللي طلبت راه سيفطت لي هذاك يعني هذاك السائق. اذا ما كايناش حمايه قانونيه وما كايناش حمايه. حنا الدول الاخرى رغم التطور ديالها ورغم الكفاءات ديالها راه كنشوفوا كنشاهدوا واحد العدد ديال الاعتداءات والاغتصاب والسرقه والى اخره. تاكسي هو ثقه يخضع الى ضوابط قانونيه، خصنا نحميه. ولا بغينا نديروا هذا الشيء نديروه في التاكسي، ولكن خصنا ندعموه ونهيئوا باش ما يحش بانه فعلا هذاك السائق المهني اللي ما عندوش مسكين عشاليله، ما نهضروا بالواقع بلغه ما عندوش عشاليله، مهدد او عانى خلال 2020 وكان كيعاني سنوات هذه غير في الجائحه، عرات على الواقع ديال الطاكسي. السائق المهني ما بقاش باش يخلص الكرا، راه المواطنين عارفين هذا الشيء، حتى هو راه مواطن عنده وليدات كيقراو المعيشه ديالو. اذا راه ما عندوش حتى واحد الواجب شهري كيتقاداه، راه الا ما خرج وخدم ما عندوش باش يعيش وليداتو. وكاين سائقين يعني كحالات صادفنا اللي توفى في اثناء العمل ديالو وعائلته عائله ديالو لقاو مشاكل الان يعانون، راه كون مع اصدقاء ديالهم كيهزوا داكشي لا قسم الله ويديوه لوليداتهم، ما كاينش واحد التكافل. وهذا خاص الدوله تنتبه ليه، لان الطاكسي محتاج لواحد الرعايه وعنايه، ما محتاجش القرارات الاحاديه والمفاجئه. اننا نخرجوا قرارات من اجل ليماج ديال الدوله ومن اجل ليماج ديال الوزاره ولا من اجل ليماج ديال الحكومه، لا، خصنا نخرجوا قرارات متوافق عليها والكل راضي عليها. سير كحل شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى لقاء جديد بحول الله. اللقاء.